تستمعون إلى موجز أنباء قناة 22. مرحبا بكم. أصدرت مختلف مديريات التربية الولائية بيانات تدعو فيها حاملي الشهادات الجامعية في اللغة الإنجليزية بإيداع ملفاتهم تحضيرا لتدريس هذه المادة في الدور الابتدائي بداية من الموسم الدراسي المقبل. ويأتي هذا القرار 48 ساعة بعد أن عبر الرئيس عبد المجيد تبون عن الرغبة في تدريس الإنجليزية في الابتدائي بداية من الموسم الدراسي المقبل. عندنا إمكانية باش نعممها على كل المدارس، لأن لازمك أساتيدة ولازمك معلمين ولازمك، ولكن الرغبة هذه هي ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله، الدخول المقبل لتعليم الإنجليزية يكون على مستوى الابتدائي إن شاء الله. هذا وأكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أن تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي سيتم في الأجال المحددة وعبر كل المدارس. طلب النائب العام في مجلس القضاء الجزائر حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة 1,000,000 دينار جزائري لرزاقي أسامة، فيما التمس 3 سنوات حبسا و500,000 دينار جزائري غرامة على المؤثرين نوميد جلزول، بوجملين فاروق ومحمد أبركان وبقية المتهمين في نفس القضية. ووجهت للمتهمين جنحة غسل الأموال باستخدام تسهيلات الممنوحة من خلال نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة مخالفة تشريعات وأنظمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التزوير والتزوير في المستندات المصرفية والجنح والتزوير واستخدام التزوير في الأوراق الإدارية. فيما وجهت للمؤثرين والمتهمين جنحة الاشتراك في الاحتيال على الجمهور وجنحة المشاركة في غسيل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في انتهاك تشريعات ولوائح الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. نطق مجلس قضاء العاصمة ببراءة المنتجة والإطار بوزارة الثقافة سابقا سميرة حاج جيلاني، كما برأ المجلس مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سابقا سامي بن شيخ الموجود في حالة إفراج في هذه القضية. وتوبع المتهمان بتهم تتعلق بسوء استغلال النفوذ والوظيفة، تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية وتحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير شرعية. كشف مدير السياحة لولاية بومرداس عن توافد أزيد من 8 ملايين مصطاف على شواطئ بومرداس منذ بداية موسم الاصطياف يوم 17 جوان 2022. وتشير الإحصائيات التي قدمها مدير السياحة لولاية بومرداس إلى أن الولاية الساحلية تتصدر الإحصائيات من حيث توافد عدد المصطافين. كانت هذه أهم أنباء نهار اليوم، شكرا على الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.